الاسم ديالي الذهبي محمد، ساكن دوار قبة فقرة. المشكل اللي عندي ديت مراتي السبيطار، عيط لي الدري ولدي قال لي رجع دابا. ملي جيت كنجري في الموطور لقيت القيد هدام ليا. ملي سول الدري ولدي قال لي راه جاو ضربوا الباب برجليهم ودخلوا موقفوا لي حتى انا في المحل داخل الكرواج برطا طحنات لي القجدير. البيت هبطوا قلت لي البيت راه قديم عنده 6 سنين باش باني، وانا كنسكن 35 سنه وانا هنا. الحل المدني عندي انا ولادي زايدين هنا، لاكارد مبدل ربعه على هنا اللي في السكنه هذه. ملي جيت كندوي قلت ما عندكش الرخصه، كاين ناس بانين جداد في هذا الحجر الصحي ما هضروش معاهم. ملي مشينا للعماله باش نبلغوا ليهم قال لك سير لعند الباشا. ملي مشينا للباشا دينا ليها شيكايه وطلب منا التصاور ديناهم ليه. الغد لي عيط لينا الباشا رجعنا عنده قال لك حنا غنديروا خدمتنا. الجويه ملي جينا حنا ريحنا معاه هو صيفه المقدم والشيخ لنا، قدم الشيخ جابوا التصاور لنا وبداو كيضحكوا. قال لي حق تجمعوا لا كارطات وتمشيو لعند القايد. مشاو دو الشهود داروا الشهود زور، وهاد الشهود اللي شاهدين كاين اللي باني ثلاثه أربعة ولادو سكنوا في جنب أربعة ديور ثلاثة ديور عشوائيين زايدين في أرض الدولة. من بعد ملي جينا بحكم تلاقينا احنا مع المقدم والشيخ قال لي ما عندك ما تصور جهدك جريه جهدك جريه. هادي الهضرة اللي كاين. ملي جينا احنا في الأخير صيفط شيكاية السيد وزير الداخلية وباقي ما رجعش عليا الجواب. انا دابا كنطالب حقي انا الا كان ماشي يكون حرام عليا انا وحلال على واحد اخر خصو. الا كان حرام حرام على كل شيء، لكان العشوائي ممنوع ممنوع على كل شيء، ماكوش ممنوع عليا انا دابا كيهددونا. طالب ديالي باغي حقي نفس الحق وتفرع الباب. كنت مرة حاملة تكون غفرانية راه غادي يطلعوا بنادم